أكيد عم تتخيل حالك بطل، ولا عم يجرح قلبك شفقة على حالك؟ أي إحساس من هالتنين عم يخليك تعجب بحالك أكثر؟ ولا أنت من النوع الثالث اللي بيضل بيبحث وبيغوص بمشاعره؟ ولا نازل تعذيب بحالك؟ أي إحساس من الأحاسيس المريضة عم تمارسه بالأيام؟ ما عم فهم عليك. أكيد؟ إيه أكيد. ما عم تقلي أستاذ ليش؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ وما بتعرف ليش تخليت عن طموحك بهالبساطة والسهولة؟ ما عم ترد؟ شو بدي أقول؟ شو عندك لحتى تقول؟ تخيل بعد كم سنة لما أخواتك يكبروا ويديروا ظهرهم ويمشوا وتضل أنت لحالك، حيكون فات الأوان عليك حتى على الزواج. عم تتخيل؟ عم تتخيل كيف رح تبقى وحدك بعد ما تكون ضيعت عمرك بتضحية ما لها معنى؟ شايف الألم اللي عم تحسه هلا؟ ولا شيء، ولا شيء مقارنة بهداك الألم. هداك مجموعة الألم اللي بيعيشه الإنسان. ألم الهزيمة هو التحصيل الحاصل للألم الإنساني. قاعد هون عم تحكم على حالك بالموت البطيء، يوم ورا يوم وسنة ورا سنة وشبابك عم يضيع، وانت قاعد ناطر ناطر لحتى تصير شي معجزة وترجع تبدأ حياتك من جديد. بس ما في حدا بيبدأ حياته من جديد، ما في بداية، كله بيخلص. طلع فيه، شايفني؟ بتصير مثلي؟ ما بتخاف تصير مثلي؟ لا. شو قلت؟ لا ما بخاف استاذ، انا بشوفك انك كثير منيح. انا منيح؟ ايه. لك شافت مدير مدرسه ثانويه بوقف وتطلع قدامي بشوف تلاميذي هن عم يكبروا ويصيروا، بصادف واحد منهم بالشارع بيقول كاني شايفه لهالرجل المتعرف عليه وبيحمل حاله وبيمشي. لك شو الشيء المهم اللي عملته بحياتي؟ لك ايه هذا الشيء الضروري الوحيد اللي بيخلي الحياه مو تافهه. استاذ انا ما بعرف اذا كنت رح اندم بيوم من الايام ولا لا. انا زعلان كثير على حالي وهذا شعور ما بحبه، بس هيك صار. استاذ الشيء الوحيد اللي بعرفه انه انا ما فيني ادير ظهري وامشي. يعني ما بدك تقتنع؟ ولك ليش؟ لانه انا الكبير وانا المسؤول. ولك ما في حدا مسؤول. ما بيصير يا استاذ، ما بيصير. يعني ما سمعت كل كلامي اللي قلت لك اياه؟ سمعته، ما بدي افكر. ليش؟ لانه رح اتضايق وما رح خير موقفي. وإذا شي يوم الصبح صحيت وحسيت على حالك إنك غلطت وقضيت على حياتك مشان شغلة ما بتستاهل؟ أستاذ قصدك أمي وإخواتي ما بيستاهلوا؟ ولك أمك هي اللي ما تسمح لك تضحي. بعرف، ومن شان هيك أنا ما سألتها. بعدين هذا مو قرار لها. هذا قرار ولد مجنون راسه مليان أوهام عن الدين. ليش مو الفيزياء الحديثة هي وهم لطالب بكالوريا من دول العالم الثالث؟ معك حق، الفيزياء الحديثة وهم، بس وهمي إلي وخيالي إلي وخيبة أملي إلي. شو قال لك؟ اللي انه خيبت له امله. ايه معه حق. ايه معه حق، بس انا مسؤول عنكم. يا عمر يا حبيبي، ما حدا حملك همنا. بعرف بعرف بعرف، من غير ما تقول. لا تخاف، انا منيح. Thank you.
شو مانا؟ جيت يعني وبدك تنام كأنه مو هامك؟ قد ايش جمعت؟ 233. مبروك حبيبي. إن شاء الله ألف مبروك يا عمر. والله إنك أخ بيرفع الراس. أمي أنا ما حجمي هي عمر لأنه جمع عن العيلة كلها. كل العيلة جمع عنا أخي عمر. 27 علامة وين راحوا؟ بالعربي بدي أنا بيكون رحلة شي 20 علامة مو هيك عمر؟ والسبعة الباقيين؟ بالعلوم بيكون رحلة شي علامة علامتين. وفيزياء وكيمياء ورياضيات؟ لا أمي هدول تامين. شو بدك تحلينا بالمناسبة؟ تكرم عين عمر، بكرة تبولة وقاتو، شو رايكون؟ أنا بدي فطاير بجبنة. تكرم عين عمر. وأنا بدي بسكوت مقلي. إذا بتساعدني بعمل لك. بساعدك. أنت حبيبي شو بدك؟ أمي أنا بدي يا بيتزا يا فطاير بسبانة. تكرم عينك. حاجة تحكوا عن أكل جواتونا. أنت حسون شو بدك؟ أنا أقل من خروف محشي ما بقبل. آسفين حبيبي ما عنا هيك شيء. مو ابنك المدلل جمع 233؟ لازم مو أقل من خروف محشي. إن شاء الله بعرسك حبيبي بنعمل خروف. لك أنت من لك كل هاللقم؟ حسن دائماً ما بيخلي حدا يفرح. مبروك سالم، هاي أول شهادة ببيتنا. زي 233. ألو. ألو مرحبا. أهلين. هون بيت الحلبي. إيه مين بتريدي؟ ممكن أحكي مع عمر؟ إيه تكرم عينك. لحظة إذا بتريدي. شكرا. عمر. عمر. إيه ماما. رد على التليفون. مين؟ ما بعرف بنت. الو. مرحبا عمر، كيفك؟ اهلين جوليا، منيح. انا انت كيفك؟ ماشي الحال. نجحت؟ ايه. مبروك. وقد ايه جمعت؟ 233. شو بدك تساوي بهالمجموع كله؟ اذا بدك بهديك اياهم. يا ريت. عندك فيديو؟ ايه عندي. ليش؟ لانه وصلتك اول هديه بنجاحك. مونا بعثت لك شريط فيديو. ورسالة؟ امتى بتقدر تاخدهم؟ هلا اذا بتقدري. طيب شو رايك بتجي لعنا على الحاره؟ طيب ربع ساعه بكون عندك. ماشي، حاستناك برا. باي. الله معك. رايح؟ ايه امي رايح، ما بطول، مشوار صغير وبرجع. ايه الله معك. سامي. سامي. ايه ماما. تعال شوي. نعم. في بنت هلا اتصلت بعمر. مين هي؟ شو بعرف ليش ما سالتي؟ بعدين امي هي اسراره، يعني كيف بدي احكي لك اياها؟ انا شو بدي اعمل فيه؟ يعني بدي انشرها بالجرايد؟ ايه بركي، انا شو بعرفني؟ انا بس حتى ما يضل بالي مشغول عليه. كلكم ما شاء الله حولكم، ما بيخاف عليكم. وهو كمان ما تخافي عليه، هو أقوى واحد فينا. ليش؟ لأنه أعقل واحد؟ إيه؟ مشان هيك أقوى. هذا السكوتي الرضيان يلي بدون ما حدا يطلب منه ترك أحلامه والسفر وبتقول أقوى؟ لو أقوى كان قال أنا ماشي وأنتوا اصطفلوا. لا أمي، هذا الأناني. ولأنه مو أناني بينزلم. Thank you.
سلام ماما. يا ماما بدأت في كتابة الرسالة ورأيت أنها ستكون حزينة للغاية، لذلك قررت أن أحاول مع كاميرا الفيديو. والآن ضع الشريط. الشبابيك وبنسى تماما انه هاي امريكا. وهون غرفة نوم، مش عارف شو مرتبة؟ على فكرة رتبتها خصوصي مشان ما يخيب املك فيني. تركت هاي التيشيرت بس، شوف شو مكتوب عليها. I love America. اشتريته، قلت ضروري اني اشتريه. لأنه إذا كان الإنسان عايش هون فلازم يحب أمريكا. أنت مرغم تحبها لأنه فضلت عليك، سمحت لك إنك تعيش تحت سماها. وأنا بدي أرجع البيت، بدي أعيش تحت سماي أنا، السما اللي فوق راسك أنت. خلص خلص، ما عاد احكي اكثر من هيك حتى ما ابكي، لانه انا قررت اني ما عاد ابكي. مشان هيك لازم انهي هالرساله المصوره. مو هيك بسموها بالاخبار؟ رساله مصوره. لهيك لازم انهيها بدون حزن، بدون دموع. لازم تشوفني انه انا سعيده ومنيحه. منيحة كتير مشان انت تكون منيحة. جاتني رقبتي.
ايه ايه انت بتحطي ايدك على الجرس ما تقولي تشيليها؟ انت ما بتفتحلي. قلتي مستعجلة كثير. مرحبا عمو. اهلين حبيبي. مرحبا خالي. اهلين حبيبي. امي وابي مسافرين اليوم بدهم يرجعوا المساء، معلش اذا ابقى عنكم لانه انا توجعني معدتي وبدوخ من السياره. وامك شو قالت؟ بعدي ما سالتها، قلت لحالي اذا وافقتوا هي بترضى. طيب واذا ما وافقنا؟ والله ما بعذبكم ابدا ابدا وبسمع الكلمه. ايه اهلا وسهلا حبيبتي. سلمى انت هون؟ ها رايحه اقول لك. ماما اجيتي لهون؟ ما بدي اروح معكم بالسيارة، سألتها يا خالي وسمحت لي ابقى عندهم. مرحبا. اهلين. صحيح معكم مانع؟ بالعكس بتونسنا انا وابو عمر. لكن خليها، بتتضايق كثير بالسيارة والطريق طويل. نحن رح نعمل جهدنا نرجع اليوم المساء. وإذا ما رجعت وبنام هون؟ كمان أهلا وسهلا. سافري ولكن لك فكر حبيبتي. طيب رح أجيب لك بيجامتك. فادية كمان. فادية كمان. تعي حبيبتي تعي. ومنو هاي فادية كمان؟ لعبتي. أيوة ليش اللعبة لها اسم؟ ليش بصير ما يكون لها اسم؟ اديني لجوا دابت. ايه ايه يلا طلعي عزيزي يلا. أيوة أيوة. السلام عليكم. أهلين. وعليكم السلام. هون بيت حسن الحلبي؟ ايه. وينه؟ والله ماله موجود. وإمتى بيجي؟ ماله وقت محدد. طيب بنرجع بنرجع. عفوا بس مين قال له؟ لا تقول له شيء، نحن رح نستناه هون. يعطيك العافية. مع السلامة. مين هدول؟ عم يسألوا على حسن. وحسن مين بيعرف اشكالات؟ والله ما بعرف يا عمر. ما قالوا شو بدهم؟ لا بس قالوا بدهم يرجعوا مرة تانية. عمار بتقول عامل شيء؟ ما بعرف. عمر حسن عم يضيع؟ ما بعرف. لك يا اخي لا تقول ما بعرف، عم يضيع. مثل ما بدك، عم يضيع. طيب شو بدنا نعمل؟ إذا أبوك ما قدر له شو بدنا نعمل نحن؟ يعني نقعد نتفرج عليه؟ عندك اقتراح تاني؟ تفضل احكي. لازم يكون في طريقة، ما بيصير هيك. سامي، أخوك حسن ما بده إيانا نساعده. بدك تنتظر ليجي لعندك ويقول لك ساعدني؟ لا. لأنه أصلاً مو حاسس إنه عم يعمل شي غلط. شو يعني بدك إيانا نقعد نتفرج؟ سامي أنا ما رح أحكي معه لأنه بعرف إنه هو ما رح يسمعني. يعني ما بدك حتى تحاول؟ لا ما بدي حتى حاول. بتعرف أحياناً شو بفكر فيك؟ شو بتفكر؟ عم فكر إنك واحد بارد ما فيك حس، لا بتحب حدا ولا بتكره حدا، مخبى بتيابك، قلبك مثل التلج، لك أنت مثل الحجر يا رجل. ولو ما كنت هيك ما كنت قاعدة تتفرج كيف أخوك عم بيضيع. ماما أنا رايح. أبو فيه عم ينتظرني واليوم جاي البضاعة. طيب سامي مو رايح معك؟ ما بعرف. سامي؟ نعم. شو عم تعمل فوق؟ ما عم أعمل شيء. ليش ما رحت معه على المحل؟ ليش هو حكى إنه رايح؟ بدون ما يقول ماما. هاي خيارات يا سلمى. هاي بيجامتك في حال اضطرينا ننام هيك. وهي الأكتر. هاي ماما. ورح اترك مفتاح البيت في حال احتاجت لشيء مشان يكون تحت ايدك. امين. وشو كمان؟ لا تهك لي هم، ربيت اربع اولاد. يا رباب يلا تاخرنا. ماما لا تعذبي خالي. ايه؟ حاضر ما حعذبها. يلا خاطري. مع السلامة حبيبتي.
يلا مين بدك شي؟ انا رايح. رح تتاخر؟ ما بعرف، لاخلص شغل برجع. طيب ما بصير روح معك؟ لا حبيبتي ما بصير هذا الشغل. امشي امشي حبيبتي. ايه ولوين بدك تروح؟ لوين مكان، المهم اترك من هلا. اوف وليش بقى؟ ابو شريف ما بيعرف يشتغل، بكره بده يجيب شريف يساعده. لك يجيبه، إيه انت شو دخلك؟ انا ما دخلني، بس اذا ما رحت من هلا رح روح وقت يخرب المحل على الخالص، وبكره الناس بتقول هذا هو اللي خرب المحل على الخالص. ليش انت اللي مشي المحل؟ لا، بس لما بدي ادور على شغل بيصير انا، وبتخرب المحل لانه انا اجدى. والله معك حق، وشو بدنا نعمل؟ صار شو بدنا نعمل؟ لك ايه شو بدنا نعمل؟ بدنا ندور على شغل. ايه وين بدك تلاقي شغل؟ البطالين هلا اكثر من اللي عم يشتغلوا. من شان هاي، كل ما استعجلنا كل ما كان احسن. طيب ومن وين بدنا نبدا؟ لازم مر على ابو وفيق وشوف شو بيقول لي. شفت محله انت؟ صغير، ما بيسع غير الحول. لك ليش بدك تروح تشوفه؟ شوفه بساله، هو شاطر. اهلين ابو شريف. اهلين ابو شريف. في ما اجى؟ لا، سمعت عم يفتحوا محل. ومن وين صار معه مصاري ليفتح محل؟ المحل صغير استأجره هو عمر. ومن ايمتى صار عمر يفهم بالتجارة؟ نحن والله معلم هاك سمعنا، بلكي موقت لحتى يطيب بعمر. هون بالمحل شو لازمنا؟ نحن ما بنعرف معلم وما كنا نتدخل. يعني ابو وفاء هو اللي كان يقولنا بدي هاك وبدي هاك، ومثل ما بتعرف هلا الدنيا عصيفية ومال الناس ما بتنزل غير للضرورة. بقى بدنا شوية شراشف وجوه مخدات وجوه تخوت واللي نازل بس هو اجدهد. طيب انت فاصل وخبرني. لازم نستخدم وسائل الدعاية الحديثة للإعلان عن بضائعنا. وسائل الدعاية الحديثة؟ شو علي نستخدم؟ شو رأيك طيب نصورنا شي دعاية للتلفزيون؟ دعاية ضخمة كتير، فيه ناس هيك رايحة جاي، إضاءة عم تشغل وتطفي، ناس عم تطلع على الدراج كهرباء، وإذا بدك مو هيك نخلي المذيعة تقول نرحب بكم في جراند ستور أبو وفيق. شو هالشباب هاي؟ بدهم كل شيء على الحارك. لكان يا أبو وفيق، شو هالدعاية بدك تساويها؟ بنكتب على الواجهة كل ثلاث جواز جرابات بتحصل على جوز بدون مطالب. بنخسر؟ لحتى ما نخسر، لازم نحسبها منيح. بالتجارة لازم تربح أقل لحتى تبيع أكثر، وقتها بتربح أكثر. إيه بعرف عمو، يعني مثلا بأوروبا بنهاية كل موسم بينزلوا سعر القطعة لأقل من سعر الحقيقي. أنت ما بتنزل على السوق؟ لا ليش؟ مبين، لأنه مو بس بأوروبا بيعملوا تنزيلات وعنا كمان. ومن إمتى؟ من زمان. عمي نحن اللي بنفهم بالتجارة، وإذا بدك منبيع الهوا معبب أناني. وهذا الكلام عن السعر المحدود ورجاء عدم المفاصلة، هذا كله حكي فاضي. ايه هيك اريح بكتير. هو اريح لانه احيانا بتجيك نسوان بتطالع عيونها، بس اكترية الناس ما بتعرف تفاصل. طيب عمو، بس تجي شي واحدة شاطرة بالمفاصلة الله يخليك انقذني. ولا يهمك، لانه ما رح اعرف اتصرف نهائيا. السلام عليكم. عليكم السلام. خير، شو جاي تعمل؟ ولا شي، جاي ساعدكم. يلا. مرحبا أمي. مرحبا أمي. جوعان سخلك؟ لا لا، بدي أكل على السريع. عم تضل على النواشف ما منيح. زعلتي علي؟ من إمتى؟ لا ما زعلت عليك أبداً، ما بتستاهل. يلا كذبي، ما هي مصدقك. ليك قلبك رح يتقطع علي. يعني المرة غلطان كتير. روح افتح الباب.
السلام عليكم. أهلين. بدنا نحكي جوز كلام. تفضل احكي، مين معنا؟ هون ما حلوة، امشي معنا. أنا هون عاجبني. لا لا، لازم نلاقي محل هادي، ما بدنا حدا يسمعنا. قلت لكم هذا المحل عاجبني. بعدين أنا ما بدي شيء، أنتوا اللي جايين لعندي. بقى شوفي عنكم هاتوا. لا تعصب، نحن مو قصدنا. مالي معصب. نحن جايينك بشغل. شغل؟ شغل شو؟ أخي نحن شفناك عم تلعب بالسوق. إيه. لعبة لا تراه. إيه بس أنا لعبتها مرة واحدة وما عجبتني الشغلة. إيه، لأنه ما في حدا يسند ظهرك. وأنتوا بدكم تسندوا ظهري؟ نحن بدنا ننزل شراكة، ولمصلحة الكل. لشو بدكم شراكتي؟ ما أنتوا ثلاثة. شو وين رفيقكم؟ رفيقنا الثالث راح الجيش. وبده 3 سنين ليرجع. بس خليني كفي. يا اخي قلت لكم هي الشغله ما عجبتني، انا مالي خرج سقاط. هذا اللي بدي اقول لك اياه، صار لي ساعه. نحن بطلنا شغل الشوارع والزقايق، وفي براسنا تكتيك ثاني. صحة يا يسلم. راح هلا بيرجع، ما بيطول. مرحبا. شوفي صار بدنا واحد جديد. لا جديد ولا عتيق. لكن هذا بيلتبس. تاخده لعند الكندرجي بيصلح لك اياه. اي ما بيتصلح. شوفي ليش بحط لك شقفه وبيدرزها. شو شقفه؟ قوم قوم على الحمام بسرعه. يلا جيت من التمرين وقعدت. يلا يلا. رشيد اسمعني منيح ولا تطلع لي خلقي. نحن هلا ما بنقدر نشتري شيء. أنا ما بلبس مرقة. إذا الكندرجي شاطر بيعمل لك رقعة حلوة ما بتبين. إيه ما بروح على التمرين. إيه تصطفيل. هلا بعد ما صرت هجوم بدك ياني أترك رياضة؟ أنا ما قلت أترك رياضة، أنا قلت تصلح البوط، وتاني مرة قدام أبوك ما بتحكي شيء، فهمت؟ فهمت. إيه شو رأيك بالمشروع؟ يعني مشروع منيح، إيه مو بطال. بس عندي سؤالين. سأل قد ما بدك سؤالات، ما رح نخبي عليك شيء. أولاً ليش جيتوا لعندي؟ خليل بيكون ابن خالته لإبراهيم، وبالصدفة جاب سيرتك وقال إنك شاب فلهوي وحربوك، ونحن عايزين واحد. وإنه كشفت لعبتكم؟ هيك شيء. وإبراهيم ليش ما أجا معكم؟ أبوه بالبيت ما قدر يطلع. ماشي. السؤال الثاني، شو رح تساوي بالشرطة؟ لأنه مثل ما بتعرفوا هي الشغلات ممنوعة. الشرطة علي. شلون يعني علي؟ يعني ما يهمك، أنا ضمنان. لا حبيبي بدي أعرف كيف. يعني بدكم ما تأخذوني، أنا اليوم تعرفت عليكم. بعدين عرفت بالصدفة إن إبراهيم بيقرب واحد منكم. بقى شو ضمني إنكم تسلموني للشرطة مشان تخلصوا من منافس لكم بالسوق؟ نحن فكرنا هيك بالأول. بعدين لقينا إنه مصلحتنا تكون معنا. نحن لحالنا ما بنقدر نساوي شيء. بدنا واحد مثلك ذكي. ومع الأيام رح تلاقي انه احنا ما رح نغشك ابدا. حلو الكلام. مشان هيك خلينا نلعب على المكشوف وما بده شيء يتخبى. والله الشرطه بجيبتنا. بدي اعرف كيف. ما بنقدر نقلع. يفتح الله حبيبي، نعتبر هذا الحديث ما صار، وانا ما بعرفكم وانتم ما بتعرفوني. لك اخي طول بالك، لحتى نشتغل مع بعض لازم يكون في ثقه. شو؟ ثقه. حبيبي انتم جماعه تشابين، يعني شعوركم بتضحكوا على العالم، بقى الموسيقى اللي عم تحكي لحالها. ما في شغله شيء، عندنا ناس واصلين. بياخذوا نسبة ولا مقطوعة؟ مقطوعة. عظيم. مين هن؟ جماعة بيقربوا. قديش بيقربوا؟ كتير. يعني بيفكروا قبل ما يحطونا بالسجن؟ بيفكروا 100 مرة. عظيم. تعرفوني عليهم. مرحبا يا شباب. ابراهيم. ابراهيم. شو راح ابوك؟ صار لي ساعة بدور عليكم، شو صار معكم؟ طبعا ابراهيم شغال معنا. بشو عم تشتغلوا؟ بعدين بحكي لك. بركي ما بده ابراهيم. حسن وافق. عم اتفق.
إذا اتفقتوا أنا معك، وإذا لا أنا كمان معك. حلو، هلا بنحكي بالشغل. ما بصير الناس تضل عم تخسر كل الوقت. هاي مصطفى وخليل عم يربحوا، وإبراهيم صار معنا. ما بيمشي الحال. ما كان شو؟ أنا قاعد أتفرج عليكم بالسوق، بعد 10 دقايق كشفت اللعبة، هي اسمها سرقة. بعدين لما الناس بتيجي تحط مصاري كتير، رح تكون عيونها مفتحة 10-10. ما أنت بدك تقعد لي خليل وإبراهيم يربحوا، رح يشتغلوا. مو هيك أصول الشغل. هي سمعة، القمار كله سرقة. مظبوط. حكيك مظبوط. بس أنا بدي أسرق أكثر. أحسن شيء تسرق الغلة، مثل ما عملوا مع أبو علي. خلاص، خلاص. ليش شو صار؟ ولا شيء، مرة أنا راجع على البيت سرقوا لي مصرياتي. لا عمى، مين هذا اللي سرقها؟ ما بعرف، كانت الدنيا عتمة، ما شفته. هذا الدرس بيعلمنا التالي. أولاً لا ترجع على البيت لحالك. ثانياً تعلم تدافع عن نفسك. لأنه الحرامي كمان بيكون خايف كثير. إذا فرجيته إنه مالك خايف، بتكون ربحت الجولة. ثالثاً ما عاد حدا يسرقنا، لأنه رح يصير في عنا خزنة. بس هذا الحكي سابق لأوانه شوي. أنا ما فهمت شيء، ليش بدك تربح العالم؟ رح فهمك. هلا الناس لازم تخسر، بس أحيانا وتربح أحيانا مشان تضلها تجي لعنا. هلا الفرق بين خسارتهم وربحهم هو مربحنا، هي هي أصل الشيء. بلكي ما طلع في فرق. هلا أنت كنت بلاس فيغاس شيء؟ لا ولا أنا. إي خلص، معناتها ما بتعرفوا شيء. ليش أنت كنت؟ لا بس بعرف. يلا تأخر وقت، أنا ماشي. أنا من لما شفتك عرفت إنك شب فلهوي وحربوك. وما غلطت، بس إذا حدا منكم حاول يلعب معي. لا، عيب على الشباب، مصلحتنا وحدة. على راسي أبو علي. وهلا بتروحوا بتدوروا على شي بيت، كراج، خش، اللي هو، بس أهم شي يكون برات البلد، أحسن شي بالغوطة. لما بتلاقوا بتردوا لي خبر ومنتكل على الله. خاطركم. الله معك، مع السلامة. آخر شرط. عندي على البيت معدكم مشي بأتعس الأحوال، أتعس الأحوال، صار شيء بتبعتوا لعندي إبراهيم. وين بدنا نلتقي؟ هون. نلتقي بعد أسبوع. قول الله. خاطركم. مع إبراهيم، أنت بتأمن فيه؟ صاحبي، شلون ما بدي أمن فيه؟ لك أخي هو صاحبك، بس نحن منين لوين؟ بس اللي عم بفكر فيه قالت، وما خبى شيء. أخي شو هاي لاس فيغاس؟ مو قبل شهرين ثلاثة. ليش كل هالقد؟ هاي اشتريتوا البضاعة بتبيعوها بتربحوا. حبيبي لسه الزباين ما تعلمت على المحل، بدهم وقت. بعدين أول شي لازم نبيع البضاعة اللي عنا لنطلع حق بضاعة جديدة ويزيد معنا مربح، وهذا كله بده وقت. وأنت ليش كل هالقد مهتم بالمربح؟ بدي أعرف. وليش بدك تعرف؟ مشان أطمن على العيلة. اطلع من هالبواب. روح احكي هالحكي لغيرنا. نسيت إلكم، حطوني بالهجوم بالفوتبول. برافو، برافو. برافو مارادونا. برافو، بس شو دخل المحل بالموضوع؟ ما دخله، بس هلا تذكرت إلكم. رشيد قلت لك اطلع من هالبواب. من شقبوطي بدي واحد جديد. منيح اللي اعترفت استاذ، والله كنت رح صدق عن جد انه بالك مشغول على العيله. اخذوا عند الكندرجي. ليش؟ مشان يصلحوا. فكرت لرشيد. حاجه بقى سامي. سامي بكره بتروح معه بتشوف بركي بيتصلح. امي قالت لي انه الكندرجي بيحط له رقعه، وانا ما بلبس مرقه، مشان هيك سالت عن المحل لشوف لامتى بدي ضل بلا رياضه. ليش تقعد بلا رياضه؟ ما بين ما تجيبوا لي واحد جديد. ليش انت ما بتلبس بوط مصلح؟ بلبس مصلح بس مرقه ما بلبس. عمر انت ما بتلبس؟ طبعا بلبس، لكن بترك الرياضه. شفت العالم اللي بتفهم شو بتعمل؟ انتم ما بتفرق معكم. رشيد وانت كمان ما لازم تفرق معك. يعني اذا بستحي شو اعمل؟ انا كمان يمكن مستحي. شو يعني عم تشجعه؟ لا مو عم شجعه، بس انا فهمان عليه، لانه انا كمان بستحي البس ثياب مو مرتبه. شفت؟ مو بس انا لحالي. شوف رشيد، اذا بتصير بكره لاعب كثير منيح ما تقعد تهتم بهي الشغلات، بقى حرام تترك الرياضه. اذا بصير لاعب منيح بشتري احسن بوط رياضه، بس هلا بيضحكوا علي. طيب انت حاول ما تهتم بهي الشغلات. طيب مو هلا قلت لي انه انت بتستحي كمان؟ ايه مزبوط انا بستحي، بس ما بعيب على حدا اذا لابس بوط مرقع. لك وانا كمان ما بعيب، بس بستحي.
بس أنا بعيب على اللي بيجي من التمرين وما بروح على الحمام. كم مرة بدنا نحكي على الحمام؟ يعني ما في بوط جديد؟ هلأ لا، بدك تنتظر بس شوي بتصلح بوطك وبتلبسه لبين ما نشتري لك واحد جديد. وأصلي شو قلت؟ بصالحه. ممنوع الدخول. ليش بقى؟ سلمى عم تاخد دش. سكر الباب بالقفل. قلت لها، قالت لي إذا حدا دق الباب من برا بخجل رد عليه. لا تواخذونا. لوين لوين؟ لازم بالحمام. روحوا من هون ماما، هلا بتخجلوها. ليش لبستي الروب حبيبتي؟ هلا بتشوبي. أمي بتقول عيب البس البيجاما بدون روب لأنه نحن مو ساكنين لحالنا. إيه إذا هيك معها حق. تعي نشف لك شعرك. تعي. وين وين وين؟ فضي الحمام. تسلب علينا؟ يلا. طلعت سكربيني على قد رجلة لساندريلا. الحراس فرحوا كتير لأنه لهم زمان عم يدوروا على هي البنت. وفرح الملك والملكة لأنه الأمير لقى البنت اللي بيحبها. بس مين أكتر شي زعل؟ زعل مرت الأب والبنات. بعدين الأمير تزوج ساندريلا وعاشوا بسبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات. صديقتي منى، عزيزتي، منى الغالية، لا أدري أي الأسماء أطلقها عليك، كلها لا تناسبك. أنت لست أي واحدة منها، أنت كلها في آن معنى ولست أي منها. نعمة أخي، إني خلينا نقلع الغرفة. تشتيلة؟ إيه طبعا. شو بعثت لك عنوانها؟ شو كمان؟ بس ما في شيء. لكن هذا الفيلم على تختك فوق شو ها؟ ايه الفيلم هي بعثته كمان. شو في؟ ما في شيء، مصورته عنده بالبيت. عمر ما بدك تحكي لي؟ سامي ما في شيء لاحكي لك. مرحبا. الله يرحمه. الله يعين بنته. اي والله اي والله. خير خير اخي، شو في شو صار؟ شو الحكي هذا؟ كيف صار هيك؟ راحوا بحادث سير على طريق حمص وهن راجعين. مين راجعين؟ جيرانكم بيت الدحان. وتركوا بنته هون عندكم؟ ايه. بيقربوكم شيء؟ لا ما بيقربوكم. احسن. ماتوا هن الاثنين، سيارة شحن واقفة بالطريق بدون قضية، فاتت فيها السيارة اللي هن راكبينها. الرجال مات دغري والمرة ماتت بالمستشفى. بقى بكرة الله يخليكم حدا يمر لعنا على القسم. السلام عليكم.